الجوية. وبيليس أينما كنتم. الخير عليكم مشاهدينا الكرام في توقعات أحوال الطقس نهار الاثنين إن شاء الله مع العشية عبر قناتكم الحياة الجزائرية. نجوز نشوفوا الوضعية الجوية تاع نهار الاثنين. نهار الاثنين إن شاء الله مشاهدينا الحال راح يكون صافي بالنسبة للمدن الجنوبية، أما بالنسبة للمدن الشمالية الحال عندكم راح يكون صافي مع بعض الغيوم الخفاف. نجوز نشوفوا حال الطقس مع العشية إن شاء الله. معلش ان شاء الله مشاهدينا الاجواء راح تكون صافيه ومشمسه بالنسبه للمناطق الساحليه الغربيه والمناطق الساحليه الشرقيه، اما بالنسبه للمناطق الساحليه الوسطى نقدر نقولوا بلي الحال راح يكون صافي لكن راح يكون مرفوق ببعض الغيوم الخفاف. نفس الغيوم هذو راه متواجدين بالنسبه للجهه الجنوبيه الغربيه. بالنسبه لوضعيه البحر مشاهدينا، البحر نهار الاثنين مع العشيه راح يكون هادئ، سرعه الرياح تاعو راهي لحقت ل 15 كيلومتر في الساعه. نجوز نشوفوا درجات الحراره. درجة الحرارة مشاهدينا درجة صغيرة كامل راهي بوهران ب 29 درجة، والدرجة الكبيرة كامل راهي بجنوب صحراء بأضرار ب 46 درجة، 41 كانت بولاية غردية، 33 كانت بكل من الجزائر العاصمة والمدية، 43 عفوا كانت بولاية تبسة، 32 درجة لحقت بولاية تيزي وزو. هادو مشاهدينا كانوا درجة الحرارة مع العشية، إن شاء الله نجوزو نشوفو المعلومات الفلكية. بالنسبه مشاهدينا للغروب تاعنا ان شاء الله راح يكون على 7:43 دقيقه. لمزيد من معلومات زورنا عبر موقعنا على الفيسبوك الحياه تشانل. وفي الاخير مشاهدينا انا ما بقى لي غير نقول لكم صحه عيدكم، نعاد عليكم بالصحه والهنا ان شاء الله، العقبه ان شاء الله العام الجاي، تبقوا على خير. قدمت لكم الأحوال الجوية. وبيليس أينما كنتم.